محمود، انت قلت لي ان انت عايز تبدا بامام عاشور. اتفضل. بما ان احنا بنتكلم على الميركاتو والصفقات المهمه، اكيد طبعا ما كانش في ابرز من صفقه امام عاشور السنه دي للنادي الاهلي، نظرا واغلى صفقه طبعا نظرا للقيمه التسويقيه ونظرا لقيمه اللاعب الفنيه ونظرا ان هو طبعا كان لاعب سابق في نادي الزمالك. بس كان السؤال الابرز والاهم، ازاي هيستخدم مارسيل كولر امام عاشور، وهل امام عاشور ادواره هتبقى مشابهه لادوار حمدي فتحي ولا لا؟ طبعا احنا ما لحقناش نتفرج على النادي الاهلي، ولكن يبقى امام عاشور لعيب بروفايل تقدر تعمل منه حاجات كتيره جدا. امام عاشور مع نادي الزمالك يا كريم، لو نشوف الخريطه الحراريه بتاعته بتاعت نادي الزمالك السنه اللي فاتت، هتشوف ان امام عاشور دايما لما نيجي نتكلم على الخريطه الحراريه بتاعته، الراجل كان دايما بيتحرك في كل حته في الملعب فروم بوكس تو بوكس، بس ما كانش دايما بيخش جوه ال 18 لان هو كان مميز جدا في الكور الثانيه. يعني لما نيجي هنا نبص على الخريطه الحراريه دي بتاعت امام عاشور السنه اللي فاتت مع نادي الزمالك، هتشوف ان الراجل تقريبا بيتحرك في كل الملعب، ولكن تواجده جوه ال 18 ما بيبقاش كتير قوي زي تواجده دايما من بوكس بوكس او من 18 لل 18. نشوف بقى امام عاشور في مباراه النادي الاهلي واتحاد العاصمه، اللي عمل الشوط الاول كان كويس، ما كانش سيء. الشوط الثاني فقد بدنيا كتير جدا من قوته، فبالتالي امام عاشور ما كانش كويس الشوط الثاني. هنا بص امام عاشور، هتلاقي امام عاشور بيلعب في الناحيه الشمال، الثلاثه بتوع نص ملعب بتوع النادي الاهلي هتلاقي دايما ان امام عاشور متواجد في الناحيه الشمال لمسانده علي معلول وللادوار اللي بيعملها. وبقى برده يا جماعه امام عاشور بيعمل نفس الادوار اللي كان بيعملها حمدي فتحي، ولكن الفرق ما بينه وما بين حمدي فتحي حتى الان ان هو في الالتحامات الهوائيه مش قوي. طب تعالى بقى نتفرج على بعض الحالات من مباراه اتحاد العاصمه عشان نشوف امام عاشور ازاي الشكل بتاعه هيكون متوظف مع مارسيل كولر. لو دخلنا على الحالات بتاعه امام عاشور، زي ما بقول لك ثلاثه بتوع نص الملعب دايما بتوع النادي الاهلي، هتلاقي ان اللي بيطلع بالكوره من تحت هو مروان عطيه، ونفس الشكل ونفس الطريقه اليو ديانج وكان حمدي فتحي بيزقه ل 18. هنا عاوز اقول لك دي كوره من احدى الكرات الهدف اللي الغي للنادي الاهلي. اول ما اليو ديانج قطع الكوره، نشوف الفريم اللي بعده، هتلاقي على طول اول ما كهربا خد الكوره، بص امام عاشور اللي هنا في اخر الكادر وحسين الشحات، اول ما كهربا خد الكوره في حسين الشحات دخل فين؟ دخل عمق الملعب. امام عاشور هيروح فين؟ امام عاشور يا كريم هيروح على طول على الطرف، على طول بيسلموا كهربا الكوره. ليه بقى الناحيه دي؟ مارسيل كولر حطه في الناحيه دي ليه؟ مميز جدا في التسديد، وهو عاوز يحطه في حته واحد على واحد ويعمل المسانده دي. نكمل الفريم اللي بعده، اول ما امام عاشور بياخد الكوره، زي بص اول ما حسين الشحات بيخش في العمق على طول وانت مغمض، هتلاقي ان امام عاشور طلع ليه بره الملعب ياخد هو الخط. هنكمل الفريم اللي بعده واحنا بنتكلم، امام عاشور كان مميز في الواحد على واحد، قدر يرقص الراجل ويخش العمق ويكات انسايد ويسدد، وهو ده اللي مارسيل كولر عاوزه، وهو ده اللي مش موجود في لعيبه خط وسط الملعب النادي الاهلي، في خط وسط النادي الاهلي كله غير عمرو السولية. وعمرو السولية كان بقاله فتره بعيد، ادي التسديده اللي كانت اولى والهدف اللي الغي للنادي الاهلي اللي كان عليه لغط كبير جدا، فدي كانت ميزه من ميزات امام عاشور. اكمل لك بالحالات اللي بعدها، نكمل الكره اتخضت والكهرباء دخل. هنا بص يا كريم برده نفس الكلام، هنا ده بدايه النادي الاهلي يطلع بالكوره، مش في الكادر خالص امام عاشور، هتلاقي اللي موجود على طول مروان عطيه وقال يدنج محمد عبد المنعم بيحاول يطلع بالكوره، هتلاقي ان امام عاشور زي على طول. الصوره اللي بعدها برده نفس الكلام، امام عاشور مش موجود في الكادر. شوف الصوره اللي بعدها، اماكن تواجد امام عاشور، بص الاربع صور اللي جايين دول اماكن تواجد امام عاشور، بص هو في عمق الملعب في الناحيه. الصوره اللي بعدها هتلاقي بص امام عاشور موجود، بص يا كريم هنا دايما برضو بيخش جوه ال 18، وما كانش بيعمل الادوار دي مع نادي الزمالك، اللي كان بيعمل الادوار دي مع النادي الاهلي هو كان حمدي فتحي. الصوره اللي بعدها هتلاقي برضو ان امام عاشور واقف مستني هنا عشان خاطر التسديد. فاحنا عرفنا كده ايه؟ ان امام عاشور على طول مايل للناحيه الشمال، يبقى وانت مغمض امام عاشور هيبقى نص الملعب. نكمل الصور واحنا بنتكلم، امام عاشور هيبقى على طول مايل للناحيه الشمال وعلى طول. بص يا كريم برضو هنا نفس الكلام، دي بقى النقطه اللي انا عاوز اكلمك عليها. بص هنا مروان عطيه فين؟ حسين الشحات فين؟ وده بقى اللي هيستخدم فيها مارسيل كولر امام عاشور، ان امام عاشور دايما هيبقى في الحته بتاعه ال 18 والزيادات اللي بيعملها جوه ال 18، فده اللي هنشوف. نكمل هنا الصور معانا، زي ما انا بقول لك يا كريم على طول امام عاشور زايد الناحيه الشمال ناحيه هي. بس في الحاله اللي جايه دي هوريك شويه حاجات النادي الاهلي ازاي بيطلع. هنا اول ما الشناوي بيخطف كوره، طبعا احنا عارفين ان حسين الشحات دايما من السنه اللي فاتت ينزل يسحب الباك بتاعه علشان خاطر، بص اول ما حسين خد الكوره يا كريم هتلاقي ان امام عاشور على طول هيتحرك في الناحيه الشمال. الصوره اللي بعدها هنا بقى الكوره دي عاوزين نقف عندها شويه عشان اوريك الادوار اللي بيعملها امام عاشور في الثلاثيات اللي بتتجمع ناحيه اللعب ناحيه الشمال ما بين علي معلول وما بين حسين الشحات وما بين امام عاشور. نكمل الفريم اللي بعده، هنا بيطلب الكوره، هنا بص اول لقيت بقى حسين الشحات دخل العمق،
امام عاشور هيطلع على الخط ومروان عطيه هيقوم بالزياده. هتلاقي دايما الثلاثه دول بيغيروا مع بعض الناحيه دي. تحب نكتفي كده لامام عاشور؟ نحب نكتفي امام عاشور كده عشان انا الراجل محمود محضر كذا لعيب بس هو للاسف فاضل 10 دقايق على الحلقه. طيب اخر حاجه بس اقول فاللي احنا عاوزين نوصله لحد الان اللي شفناه من مباراه اتحاد العاصمه ان امام عاشور هيقوم بنفس ادوار حمدي فتحي ولكن ان هو بيعرف يستلم ومميز جدا في المهاره بتاعته في واحد على واحد او مميز جدا في الانصاف في المساحات ان هو بالكوره لعيب كوره كويس ولكن لحد دلوقتي ما تلعبلوش كوره عاليه عشان هو في الالتحامات الهوائيه مش افضل شيء. حلو.